هنا وش قالوا الخارجيه نتاع الجزائر؟ قالوا كلام، قالك باللي المغرب نهار لو 13 نوفمبر هنا استئناف الاعمال العدائيه بعد الخرق المفاجئ لوقف اطلاق النار. تكذبون، غادي نقول لكم علاش راكم تكذبوا. من قبل قوات الاحتلال المغربيه التي تحافظ على وجودها الشرعي منذ 13 نوفمبر 2020. قال لك بلي خرقوا، انا نقول لكم بلي هذا الكلام تاعكم كذب. ونولوا للتقرير الاممي، تقرير الامم المتحده في النقطه رقم 13 بوينت. واش يقول 13 بوينت؟ هيا هنا النقطة رقم 13، واش يقول أنطونيو غوتيريس؟ هذا كلامه، هذا ماشي صحافة الهف ولا أنا ولا لا، هذا كلام أمين عام الأمم المتحدة. واش قال؟ قال باللي في 13 نوفمبر اعتصم المتظاهرون في الشريط العازل في القرقرات، ولاحظت البيئة عناصر جبهة البوليساريو المسلحة، وهذا يتنافى مع كلام النظام الحاكم وكلام صعاليك البوليساريو اللي قالوا باللي كانوا غير مدنيين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة باللي كانوا دي سيفيل معهم دي جون أرمي. ولاحظت البعثة، يعني تاع لي ناسيون زوني، عناصر جبهة البوليساريو المسلحة فجأة لو 13 نوفمبر مغادرة مكان المظاهرة. هادو كي هربوا وخلاو صنادلهم. بعد ذلك بوقت قصير، حيث حدث تبادل لإطلاق النار بما في ذلك عيارين ناريين من اتجاه مواقع جبهة البوليساريو، ونيران أسلحة ثقيلة من اتجاه الساتر الترابي المجاور لمكان الجيش الملكي المغربي. ثم تمت ملاحظة وصول عناصر الموقع السابق للمتظاهرين في الشريط العازل، ولم ترد عن وقوع إصابات. يعني الكلام اللي قاله أنطونيو غوتيريس يأكد باللي موقع الاعتداء، وباللي اللي كانوا تما سواء دوك لي سيفيل ولا هادوك لي جون ارمي تاع البوليساريو هربوا وخلاو بلا خلاو 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 صوالحهم وهربوا. اذا التقرير نتاع الامين العام للامم المتحده يكذب رسميا روايه نظام العسكر والدميه نتاعه بوليساريو. هذا راه يكذب فيهم بشكل رسمي، بشكل رسمي. النظام تفاجأ بقبول المغرب لتعيين ديمستورا، وكان حاسب بلي المغرب ما غاديش غادي يرفض. بصح المغرب ما أعلن حرب، ما خرق وقف إطلاق النار كما قالوا هما، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير، ما كما يقولوا رفض تسوية المصالح، ما راح قطع العلاقات، انتم راح تقطعوا العلاقات معه، واعلنتوا الحرب ودرتوا المستحيل باش تغلقوا هذيك المبر، وكل الشيء اللي درتوه خسرتوا فيه، كل المشاريع اللي خططتوا لها خسرتوا فيها. والبارح ماشيين تطلبوا من المغرب باش يخرج من الارض نتاعه وينسحب منها. يا سلام،